شنو اللي يلزك انت طفله اليوم تعيش لبرا وعندك خدمتك؟ خاطر جينيرال مول غابور على باز 90% عاش في مناخ وعاش في مجتمع تقلق منه، فما ظلم، فما بطاله، فما قهر، فما لغه جيره وحومه. شنو اللي يخلي اليوم روكا تاخو وتولي رابوز في دومين صعيب ياسر، في دومين كله كلاش كله سبان، طفله تهبط؟ بون دومين اي حاجه راهو اي حاجه باش نبداو ديما اي واحد يبدا من الصفر، اي حاجه فيها معناها عراقيل وتبدا صعيبه من الاول. بعد انا الحقيقه نتاع عربي ما لقيتش عراقيل، معناها لا معناها العبيد حبتني وتقبلتني. أي. صحيح من الاول صاروا شويه جوغ بون غريبه عليهم اون فيت، طفله وتخدم في الجوغ نتاع الموسيقى هذه وفازت هذيما، اما من بعد العباد لقيت كميه نتاع حب محليه على الاخر من العباد والاكثريه ويتبعوا فيها برشا اولاد. باش نقولوا انا مثلا، اما شنو اللي يخليك انت اليوم تكون قاعده تقول خلينا ندخل في الدومين هذا نتاع الراب اللي هو الدومين اللي يدخل ساعه من الاول يفتقوه يكلاشيوه، خاطر فما حتى واحد ما يدخل مرحبا به، كي بكيت الدومين نتاع البوكس معناها. ايش خلي طفله تكون قاعده تقول انا باش نرابي؟ لا انا من الصغر، انا من الصغر تفريست بك الفازه نتاع ريق الامريكان والكل. جور نسمع برشا مثلا موزيكا معناها ميسيليوت وكجماعه صحيت هذيك ستيل هذيك وريق هذيك، دونك من بعد لقيت روحي وحدي ماشي فك ستيل هذيك عجبني برشا ونحب نعمل. لا اول غنية قلت باش نعملها باش نرابي باش نهبط ما سيتو خاطر الراب معني... قاعد تشوف فيه نوع من الكلاس، زاد تبربش في العباد وقاعد رايد وتحب تكلمني وبيبي وعمل لك. ها؟ لا 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 ما خفتش، لا خاطر نخدم في حاجه بفيلينغ، برشا حب وبرشا فيلينغ، اون بليس نخدم فيها غرام.